مرحبا بكم مواطن زواري عسكري متقاعد قريب له دار حقرة لأنه كنا وحدة ضابطة في الشرطة حبت تحرق الغابة باش تدي التيرا تبني فيه نادوش كان خرجوا على قال هذا جات لي بالدرهم ديالها هاكا سمعوا المواطن هذا واش في تيبا زاحي قراري رحنا الجنازة صباح جينا على الدار لقيت الجدرمية هنا المير جا وقال لك يا ودي انتوما الدار ماكم ساكنين فيها نطيحوا لكم الدار خرجوا لي القش تاعي هنايا وبابا ويما وخويا مبطوح وخرجوا لنا طيحوا لنا الدار وخرجوا لي القش برا خرجوا لنا القش برا هرموا لنا كل شيء برا وطيحوا لنا الدار باسكو البوليسيه هذه هنايا دارت الانترفونسيون هذه البوليسيه هنايا دارت الانترفونسيون وهم كاع ساكنين وين ساكنه البوليسيه هذه؟ هاي جارتي هاي هنا ما طيحولهاش وطيحولي هاي جارتي هنايا دارت الانترفونسيون راجل وهي عندها كوارت ما عندهاش كوارت هي يسمى انكم في نفس الوضعيه رانا في نفس الوضعيه هي ريبولاش وانت ريبول احنا كاع كان زيرويت احنا عندنا كان زيرويت وانا من وقتاش هو باني هنايا؟ احنا رانا هنا من 2008 هنايا انتم باين هنايا جدد هما اللي بناو في 2015 2016 صح وريبونا لينا وراك تشوف هما ما ريبولهمش ميساج الوالي ولايتي بازا شما جاو ريبولكم كاع الدار جاو ريبولنا كاع الدار وقال لك الوالي هو اللي عطانا لوتوريزاسيون باش نطيحوا صح الشخيره قال لك جابوها من عند الوالي خرجونا برا هذه هي الشخيره بصح جمعوا رئيس بلديه جاو انتم دوكا وراح تباتوا باتوا هنايا ها القشا وخرجوا باتوا هنايا ما عندناش وين نباتوا باتوا هنايا هذه هي الجزائر الجديده هذه الجزائر تبون وشنقريحه يريبوا ديار الناس يخليهم يباتوا برا برافو عليك يا شرشابون زيدوا نسمعوا زيدوا هذا خوتي اسنا هذا الحاجه واحده اخرى اسنا نكملوا مع هذا كامل عند السيد الوالي طلب من عند السيد الوالي هو يتكف بينا يدبر راسه واش يدير لنا الله المستعان الحاج ما عندنا كلمه قول معي سيد الوالي هذه حقرة حقرتونا طيحتونا الديار تاعنا والناس كاملين قاسونا كاع قشينا برا ورانا قاعدين برا وما كاش حتى وين نباتوا كنت رايح للجنازة حتى ولاو جاو يطيحوا لي في الديار هاني انا حابس الله غالب انا ولادي هام انا مقيوسين هنا هذا ما كان وكل عليهم ربي هذا اللي طيحوا لي الدار هذا ما كان ما عندي ما ندير لهم كيف ندير مانيش عارف حجه ودي كلمه السيد الوالي قولي له واش عندك قال لي نطلب منه يعطي لي وين نسكن ندير هذا القش راني برا والليله نبات برا وانا فوتيت هنا وكلش تاعي هنا وجاو من صحابي كل شنو حال لي شتي خرج لي اللي هي قال لك المير قال لا طيب قال لك بتجيب لها الورقه من عند الوالي انا ما عطاوني حتى ورقه وما خبرونيش ما خبرونيش من قبل انا قاعده شدوني داوني لهيه وجات البوكله طيحتو كي ما قدرتش ديك البوكله جابوا واحده اخرى هدوا الدار علينا وحرونا كاع لهيه حنا نتفرجوا ما يهدوا في الديار ما كانش خلينا هنا رانا حكين جوارين هنا بلاك وارد 500 بلاك وارد هذا 500 انت هذه اللي شكات بك عندها كوارد ما عندهاش كوارد واش تكون هي واش تخدم اوفيسيت بوليس هي اوفيسيت بوليس هي قالت لك انا نستعمل النفوذ تاعي ولا النفوذ تاعها ولا الله يسهل واش عندها قالت لك انا المهم ديال بوشيب وراحت مانيش عارف راحت عند الوالي الخبزه هنايا يبني نحات الكرياج تاعها باسكو هي جات حرقت لنا الغابه هنايا باش تبني هنا باش تبني هنا كي قلنا لها ما تحرقيش قلنا لها ما تحرقيش ها هي جات تحرق هنا هذا البلاصه باش تبني هنا في هذا البلاصه ها هي ليك باش تحرقت ديك الشجره كي طفيناها بدات من فما بداو المشاكل تشكي بينا كذا بدات تشكي بينا دارت كل شيء اي حاجه تشكي بينا دارت لنا كل شيء ليسونسيال لي بروبليم كذا وكي حبسناها قلنا لها ما تبنيش
قالت لنا دوك تشوفوا راح تشكي مانيش عارف لمن شكات، شكات للوالي، الوالي جا طيح لنا وخلاها هي هاي ليك تسمى التسخيرات جات غير ليكم انتوما برك غير لينا حنايا. وهاو صور من هي تشوف هاي بابا ويما هاو القش وين راه مامي القش ودروك هاو القش الاخر هذيك لتحت راه بيتينا هنايا القش واحد اخر راهو لتحت. الله المستعان. هذا يقولوا سي كمال بو عمره رقيب اول كسيرجون شيف في الجيش متقاعد سي بروحو في العام مرة ما كانش كي هو كي ما كي ما باه كي ما درك. هذه هي الجزائر الجديدة تاع نشوفوا صورة أخرى للجزائر الجديدة. هذه راه متقاعد شو جزائر كيفاش تولد الأطفال في الجزائر الجديدة. الله ينعد ويخزيك يا تبون ويا شنقريعه ويا كل العصابه الحاكمه. هشام عباس الله اكبر، هشام عباس، هشام عباس.